السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الجديد مع طقم مسك الطهارة، كيف ما غادي نشوفوا. المهم الطقم الجديد غادي نحلو معاكم، اللهم بارك. طقم فخم جدا 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 جدا، اللهم بارك. كيف ما كتقراو طقم مسك الطهارة رويال، طقم مسك الطهارة ملكي، اللهم بارك. جديد طبعا كيف ما غادي تشاهدوا الطقم كيفاش كيجي. غندوي لكم على لي زارتيكل اللي كاينين في هذا الطقم. هذا اول حاجه فيه هذا المعطر اللي غادي تقدروا تستخدموه للفراش او كمعطر جوي، يعني تقدروا تستخدموه في سدادر، في الأفريشة، كل أفريشة طبعا، الزرابي، في السجادات، من بين الحوايج الزوينين اللي كنبغيو نديروهم في الطقوس ديال الصلاة ديالنا هي أننا نعطرو السجادة. يعني إلا كنتو تتوما في حالي قولوا عليا في الكومنتر. من بين أفضل الحوايج اللي غادي تقدروا ديرو بهذا المنتج هذا أنكم تعطرو به سواء الفراش، سواء السجادات او لا الخواني ديال الدار، واي حاجه كتعتبر من الافريشه. المهم هذا برائحه المسك. عاد غادي نزيدو عليها هاد اللوشن هذا اللي كيجي ما شاء الله عاقد، فحال شي زيت، فحال شي كريمه، فحال هكا ما شاء الله كيجي رائع. كتقدروا تستخدموه الجنيبات ديال الجسم ديالكم كاملين، المناطق الحساسه. طبعا استخدام غير داخلي وانما استخدام خارجي فقط. غادي ندوزو العطر ديال مسك الطهاره. هذا العطر غادي تقدروا تستخدموه بعد الاستحمام طبعا، في حاله بغيتوا ترشوه على حوايجكم او لا ترشوه على الملابس الداخليه ديالكم. طبعا غادي تقدروا تستخدموه لانه ما شاء الله تبارك الرحمن كيخلي ريحه زوينه بزاف بزاف بزاف. ونصيحتي من الافضل تستخدموه على الملابس لانه كيخلي ريحه زوينه، حيت كاينين دي زارتيكل اخرين غادي تقدروا تستخدموهم في الجسم، فهذا من الافضل تخليه فقط للملابس. عاد كاين دهن مسك الطهاره. بالنسبه لهذا الدهن هذا كيكون واحد الزيت اللي ما شاء الله مني كتدهنوه كتحسوا به، يعني غادي وكيسخن، يعني تقدروا هكا تستخدموه كصبغه لهذا المنتج. غادي تقدروا تستخدموه كزيت الجسم كامل، يعني تقدروا تدهنوا به الجسم ديالكم. وطبعا ممكن انكم تستخدموه للمساج، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن راه فيه بزاف ديال الطرق باش انكم تخدموه. يعني تقدروا تستخدموه خاصه بعد الاستحمام ملي كيكونوا هكا المسامات مفتوحين باش يستقبلوا المسك وكتبقى فيكم الريحه لمده اطول. وطبعا كاين هنا تولة ديال مسك الطهاره اللي غنيه عن التعريف، وما خص التمره ما تكونش عندها، هذه ضروري خص تكون عندكم، ضروري 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 جدا ومؤكد. هاد التولة هذه كتستخدم بعد الحيض او النفاس استخدام خارجي فقط. تقدروا ديروها في اناء ماء دافئ وتستخدموها للشطف فقط. وبالنسبه لهذه فهي مخمريه كيف ما كتشاهدوا، كتجي هكا كريميه وعاقده اللهم بارك. يعني حتى لو نديروا لها هكذا طبعا ما غاداش تهبط، يعني كتكون عاقده. المهم المخمريه كدير للشعر، وتقدروا ديروها حتى في الجنيبات ديال وديناتكم، كتبقى الريحه في الشعر طيبه ورائعه فخمه. هذه كنستخدم انايا الباك كامل، كنستخدم المخماريه ضروري بعد الاستحمام، مخماريه والدهن والعطر ضروري. وبالنسبه لهاد الميزات هادو اللي جداد انا، يعني ضروري ديجا كناخذ هذا يعني بوحدو، ما كانش الباك، يعني ما شاء الله ممتاز. اما بالنسبه لهذه فحتى هي مخماريه، غادي تقدروا تستخدموها للجسم او الشعر. المهم المخماريه طبعا غادي تقدروا ديروها للجسم او الشعر. المهم كيف ما كتشاهدوا باك ملكي فخم، اللهم بارك. وطبعا غادي نستافدوا ان شاء الله من ثمن جد مميز في هذا الباك هذا اللي هو 220 درهم. ف
فقط بدل 250 درهم. فسرعنا للحجز أخواتي. فلطلب هذا المنتوج المرجو التواصل عبر الرقم 0987878046. شكرا على المشاهدة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الرحمن ورعايته.